السلام عليكم، كراكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدو صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم اديتكم معايا جولة خفيفة ظريفة ان شاء الله باك تعجبكم في مدينة جديدة عن سونتر جزائري، مركز تجاري جزائري، وديجاني دايرة فلوك عندهم. هذا المركز راه فيه محلات ما شاء الله، فيه 3 طوابق البنات ما شاء الله ايضا، وفيه محلات وتنجموا تكروا البنات عندهم. كي تلبسي داك اللباس تقولي انتي لبستيه النهار الاول. كاين بعض المحلات عندهم صراحه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تتقوني تقولوا نتوما لبستوهم الوالا. وهذه هي بون، عندهم شحال من محل، عندكم حريه الاختيار. انا دخلتكم عند هذه ما شاء الله عليها صراحه، بوتيك اسيا. بون هذه دوك نوريكم اكزاكت وين، باسكو تما كي نروح كاين اللي يخليني صور كاين اللي ما يخلينيش نمشي كاع. دونك هنا كي تجو داخلين عند المركز، تجو داخلين هنا كاين الطابق السفلي، راه مظلمينها البنات، كانوا مبلعين كاع المحلات هنا في هذا الطابق. كانوا بعض المحلات كانوا حالين كيما هادو، حاطين لي روب دو ماري. لاطاي كبيره اللي طلبتها مني مشتركه معنا في القناه، نقولها ما نسيتكش غير صبري عليا ان شاء الله باذن الله نحطهم لاختي، باسكو كي رحت لقيتهم بالعين. وهادو عندهم البنات عندهم لاطاي كبيره، كاين هنايا وكاين في طريق سي شوبو تاني. وهذه هي بون هنايا بالنسبه لهاد البوتيك اسيا. دونك من عند المركز كي تجو داخلين ما عند الباب تمشوا غير نيشان على يديكم اليسرى المحل الرابع، عندها زوج محلات متقابلين. دونك عندها بالنسبه للاطفال، عندها النساء هكا قدنا العزبات، مام هكا دي تروك هكا تاع الحنه واكسيتيرا، عندها صوالح ما شاء الله. وش بغيت نقول لكم ثاني يا ربي، بون سقسيتها قالت لي البنات تخيط، اللي بغات تخيط هكا بلوزه ولا كراكو ولا نجم تروح عندها وتتواصل معاها وتوريكم مام خياطتها قبل ما تخيطوا عندها باش تتاكدوا 100% ان شاء الله باذن الله. بس قالت لي مام انا نخيط. هذه هي دونك عندها صوالح ما شاء الله، وقلت لكم هذا المركز راه فيه محلات ما شاء الله، وعندكم حرية الاختيار تدخلوا شحال من محل وحاجة اللي عجبتكم تجربوها وتكروا عليهم. هذا المركز غير الكيرة. وهذه هي ديجا ني ديت لكم شحال من مرة عندهم، نمامو مرتين ولا ثلاثة، هذا الثالث مرة. وتاني راني ديت لكم عند سونتر امارات تاني ما شاء الله، ولكن شوية الاسعار شوية على هادو، هذا المركز مرخص شوية ولكن تاع سونتر امارات صراحة شوية مغلي. وهذه هي دونك نخليكم على الفيديو ان شاء الله يعجبكم حبيباتي. كما كتشوفوا معايا ملابس تاع الصغار وملابس الكبار كاينين تاع الكراء، وان شاء الله ربي يدوم الافراح يا رب. واللي راه غاديه تتزوج نقولها ان شاء الله ربي يكمل لك بخير، واللي عازبه مازال ربي ما يرزقها ان شاء الله ربي يرزقها بالبرنوس لهنا ان شاء الله يا ربي عن قريب. حبيباتي خليكم على الفيديو، احبكم في الله، خليت لكم لهنا والراحة. سلام. شوفوا البنات عندها صوالح شابين، كاين صوالحهم شوفوا صدقوني. هنايا كون زعما تدورو ومحلات شوفوا عندهم واحد الصوالح هكا لي كافطون كاع تقولوا ماشي ملبوسين، جدد تلبسيها انتيا اللولة. صايي البنات شوفوا عاود هذا موديل انا غادي نصور لكم ومن بعد غادي نقول لكم على لي بري. صايي البنات بعد نهضوا على لي بري. وي شوفوا البنات هذه كي دايره، بعد نهضوا على لي بري تاعهم بلا ما تكمل الاخت كانت لهيا. شوفوا هنا معايا لا تاني فيه لي كولور شابين ما شاء الله، شوفوا لي كولور ما شاء الله كي جاي تاني. اي فوالا كاين منا تاني كاين كيما هكا، كاين كيما هكا تاني البنات تاني. شوفوا هنايا صورت لكم بلا ما نقول لكم على لي بخي، غادي نروح للمحل تاعها الزوج راه تم غادي تقول لي على الاسعار. هذا المحل تاعها التاني مقابل هذا المحل.
ولا دايره كراكو ما شاء الله شطه. يلا حبيباتي تفضلوا معايا بسم الله. هنا البنات مسحت الصوت على الفيديو باسكو كانوا الاخوات الداخل بزاف، كانوا البنات اللي جايين يكرو، كان عندهم العراس مور العيد، وكيما قلت لكم ان شاء الله ربي يدوم الافراح. وهذه هي عليها ما بغيتش ميقعد نسمع في الفيديو كي كانوا يهضروا وانا اللي تكلمت معاهم، ما قديتش نحطها البنات عليها، قلت نمسح ونتكلم انايا بلاصه داك الكلام اللي كان كاين. دونك كيما شفتوا معايا البنات صوالح ما شاء الله، وكيما قلت لكم ونعاود نقول لكم، شوفوا هذا المركز البنات، عندكم البنات حريه الاختيار، كاين بزاف محلات، كاين طابق السفلي، كاين ثلاث طوابق حصول، كاين ثلاث طوابق في هذا المركز، وعند الباب كاين اللي صرفوا الاورو ثاني. وهذه هي، وكاين مركز الامارات اللي صورتها لكم ثاني مره، بصح بالنسبه لهذا المركز هذه المره الثالثه اللي راني ندخل ونصور لكم عنده، والصراحه ما يخلونيش نصور كاع، هادو اللي راهم يخلوني نصور عنهم راني نروح ونصور لكم، باش بغيت انا صراحه نصور لكم لي غوب دو ماري لا غالب، ربي ما كتبش، المره الجايه ان شاء الله نصور لكم، وديجا مره صورت عند وحده ومسح لي، ان شاء الله هذه المره نعاود نروح عندها باسكو لقيتها مبلعه داك النهار مين مشيت لقيتها مبلعه. ما عليناش، كل خيره كل تعطيره فيها خيره. هذه هي دونك كيما كتشوفوا معايا بلايز، هي شعمل المنصوريه قالت لي فيها لي كولور. بالنسبه للخياطه كيما قلت لكم ونعاود نفكركم، كاين لي مرات يسرعوا الفيديو ما يسمعوش، دونك نعاود نفكركم البنات بالنسبه للخياطه اتخيط، قلت نخيط البلايز نخيط كلشي ما شاء الله. وهذه هي، وكما شفتوا دوك تشوفوا معايا الاسعار، الاسعار صراحه معقوله، انا هذا المركز عندهم اسعار معقوله احسن من سونتر امارات والله اعلم. وايضا كاين واحد في شوبو، وايضا كاين في سطاطوال البنات تاع الكريه. وهذه هي، يلا نبدو الفيديو بسم الله. البنات هنا غادي نبداو في الاسعار، كيما هذه الله يخليك شحال 400 كيما هكا راها هكا بها بليزاكسيسوار تاعها صح. وهذه الحمراء اللي قدامها يطلق لك شحال كاع 400 هادو عندك، هاد لوبيرجي يدي 8000 دينار صح، ثاني الوان هذاك لو بلو وحده يدير 400، هذاك لو روز 400، هذا بايت 350، هذا 350 البنات عندك نشوف كي داير تاع، وكيما بلايز بلايز شابي 500 دوغي لي هاي البلوزه، لي بلوزه شابه هادي كيما هكا 8000 دينار، هادي هي 4000، هاي البلوزه اخرى 4000، الاسعار هي منزوج الحمد لله منزوج كيما هكا 300 1500 هذا 150 الكريه البنات، راه 150 الكريه شباب ما شاء الله 150. شوفوا البنات كاينه هادي، شوفوا كي دايره، وهادي اللي يخليك النوار شابه، هادي 350 كاين الحزامه تاعها دوري شابه، شفتوا البنات شابه كيفاه، شوفوا هنا كي معمره فيها منه، غير راني لابسها بيديا ما قدرتش نبين لكم غايه، غير سمحوا لي. شوفوا البنات الحزامه تاعها كي دايره، شوفوا كي تبان ما شاء الله شابه لبكي شابه سامبل 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 وشابه شارلومات، شارلومات عندنا موديل زهوانيه صامي البنات ما شاء الله. وهذا البلو اللي يخليك ويميل ويميل البلو بحسامي وانا ويميل
شوفوا البنات 800 500 وكل موديل فيه لي كولور كما شفتوا معايا ما شاء الله. وهذا الطبق ده يخليك تاع ال 100 دينار فيه لي مانكا تاعو تبعش لا فوالا ما شاء الله.